ملح ماروشكا، حكاية من التراث الدنماركي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي مكان ما من أوروبا الشرقية، كانت هناك بلاد غنية تنعم بأراض خصبة، وكان سكانها يعيشون بسعادة بالغة وراحة تامة. إلا أن الحزن كان يملأ قلوبهم، إذ أن مليكهم مريض لا يقوى على حكم البلاد. وفي أحد الأيام استدعى الملك بناته الثلاثة وقال لهن مخاطبا: أريدكن أن تعلمن أني أحبكن حبا جما، حبا لا يضاهيه حب آخر، وأريد الآن معرفة مقدار حبكن لي. وسؤالي هذا مهم لأنني أريد أن أقرر أمرا هاما من أجلكن يا بناتي. ولم تعرف الفتيات ما يرمي إليه الملك، إذ كان يريد أن يتوج إحداهن. أوه يا أبي، إني أحبك أكثر من ذهب الدنيا بأسرها، نعم أكثر من كل الذهب. يا أبتي الحبيب، أما أنا فأحبك أكثر من حبي لجميع جواهر الأرض. وأنت يا صغيرتي ماروشكا، ما رأيك؟ وكم كان يتوق الملك لسماع كلمات حبيبته الصغيرة ذات القلب الطيب. أما أنا يا أبي العزيز فأحبك كثيرا، أحبك كما أحب الملح تماما. ماذا؟ الملح؟ الملح؟ أتقصدين ملح الطعام؟ أتتحدثين عن الملح المتوفر في كل مكان؟ الملح الذي لا ينفد؟ كان الجميع محقا فيما قال، فالملح يملأ أرجاء أرض المملكة. وغضب الملك كثيرا، وكانت دهشته كبيرة لسماع كلمات ابنته التي كان يحبها كثيرا. أوه، يا لك من جاحدة، كيف لك أن تقارنيني بالملح الذي لا فائدة منه؟ ولكن يا أبي العزيز، إن الملح مهم جدا. اسكتي، أنت لست ابنتي بعد اليوم، وعليك مغادرة هذا القصر في الحال، وإياك والعودة ثانية. مسكينة ماروشكا طردت من القصر في الحال، فسارت على غير هدى. أهلا بالأميرة التي تقدر قيمة الملح. وكيف عرفت ذلك؟ أعرف كل شيء، فأنت الآن لا تعرفين أين تذهبين مثلا، أليس كذلك؟ إذن ابقي معي شريطة أن تعملي بجد واجتهاد، والآن عليك أن تفعلي ما أقوله لك، ستعيشين سعيدة أبد الدهر، هذا إذا حافظت على طيبتك ونبل أخلاقك. وعاشت ماروشكا في بيت المرأة العجوز منذ ذلك اليوم. في تلك الأثناء كانت أختاها تعيشان في القصر كما تعيش الملكات تماما، وسرعان ما بدا واضحا كثرة انشغالهما بالثياب الجميلة وبالذهب والمجوهرات، وقلما كانتا تعيران أباهما أي اهتمام. عندي ثلاث بنات، ولكن لا تصلح أي منهن أن تكون ملكة. لقد حان الوقت. وفجأة اختفى الملح من البلاد كافة، وكذلك من جميع البلاد المجاورة. الطعام جاهز. ماذا؟ طعام حلو المذاق؟ لا أريده، لا أريد. المعذرة، سأمنح كل ما أملك من مجوهرات مقابل القليل من الملح. ماذا؟ ألا نستطيع الحصول على الملح؟ معذرة سيدتي، فالملح أثمن من الجواهر كلها،
إنه أثمن شيء في الوجود هذه الأيام، إنه أثمن من الذهب. وفقد الناس حيويتهم ونشاطهم في تلك البلاد، وكذلك الحيوانات فقدت نشاطها أيضا. أوه، ابنتي ماروشكا، كم كنت غبيا. أبي، أحبك كما أحب الملح تماما. سامحيني. كانت ماروشكا تعيش سعيدة في كوخها الصغير داخل الغابة. ماروشكا، لقد حان موعد عودتك إلى القصر. أنا أعود إلى القصر؟ الجميع الآن بحاجة إليك يا عزيزتي. ولكن لقد طرت، فكيف لي أن أعود؟ سأبقى معك هنا. اذهبي، أمرك. حاضر. لقد عملت بجد واجتهاد طوال هذه الفترة، والآن خذي هذا الغصن. إذا أحسست بالضيق المسي جذع الشجرة بهذا الغصن، وسوف تجديني أمامك يا عزيزتي. سأفعل. عندما عادت ماروشكا إلى القصر، أصيبت بدهشة بالغة حينما رأت الجميع يعاني من ضعف شديد. ما هذا؟ قليلا من الملح. الملح؟ ولكن لماذا؟ أبي، 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 أبي. ووجدت ماروشكا والدها يشكو من مرض شديد وعلى مشارف الموت. أبي، ما الذي حدث؟ أخبرني. الملح، نعم الملح، يجب أن أحضره في الحال. وفي الحال تذكرت ماروشكا كلمات المرأة العجوز، وتمنت لو كان معها بعض الملح كي تنقذ والدها من الموت. أنجديني بسرعة. ماروشكا، أنت سيدتي؟ أهلا بك في أرض الملح يا ماروشكا. أرض الملح؟ كل شيء هنا من أزهار وعشب وأوراق مصنوع من الملح. حقا؟ والآن يا ماروشكا، خذي ما تبتغينه، فكل شيء ملك لك. ماذا؟ ملك لي؟ نعم، فأنت تستحقين ذلك لأنك تعرفين قيمة الملح. أبي، أبي، أنا ماروشكا يا أبي. أبي ماروشكا، أنت ماروشكا حقا. أجل يا أبي، كم اشتقت إليك. سامحيني يا ابنتي، لقد عرفت الآن سبب مقارنتك لي بالملح، وعرفت قيمة الملح الحقيقية يا ابنتي. أبي، كم كنت غبيا. نعم غبيا، أستحق ما أصابني يا ابنتي. لقد خلت البلاد من الملح. أبي، لا داعي للقلق، لقد أحضرت معي كل ما نحتاجه من ملح يا أبي. وملح حقا؟ أجل، إنها زهرة من الملح، ولا تنمو إلا في أرض الملح التي أمتلكها أنا يا أبي. نعم يا والدي العزيز، لن نفتقر إلى الملح بعد اليوم أبدا. راح يا ابنتي راح.
وسرعان ما استعادت البلاد حيويتها السابقة وامتلأت المخازن بالملح ثانية. واعتاد الناس منذ ذلك الوقت على الاقتصاد وعدم تبذير الملح، وكذلك تعلموا الاقتصاد بكل المواد الغذائية الأخرى.